في تصوري انه هذا الهدف هو واحد من اجمل الاهداف في الدوري العراقي. هذا هو مهند النفط سجل 30 هدف، طبعا فريق النفط 13 اللي محمد داود وسبعة لمازن فيض، اي لاعب يسجل 20 هدف. هذه محاولة خطيرة على المرمى ومرت كرة ميمي يهدد مرمى فريق النفط في اول محاولة، هي الاخطر لفريق الشرطة على مرمى النفط. الدقيقة الرابعة، اول محاولة لفريق الشرطة، هي اخطر محاولة البداية لهذه المباراة. نتمنى ان نشاهد المحاولات الكثيرة على المرمى والاهداف تحضر في لقاء اليوم ونستمتع بهذا اللقاء. لاحظ المحاولة لعبها صح، يعود الى التشكيل الاساسي خلال مباراة اليوم، مباراة مهمة. محاولة الان لصالح نادي الشرطة عن طريق الجانب الايسر، الانطلاق بسرعة من علاء وحكم المباراة يشير الاستمرار، او مهند علي يخطف الكرة من امام لاعبي فريق النفط. علاء هدف، الله 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 الله، علاء عبد الزهرة. ميمي، عمل كبير من ميمي يخطف الكرة من دفاع فريق نادي النفط ويهيئ كرة على طبق من ذهب لعلاء عبد الزهرة يسكنها في شباك النفط. علاء عبد الزهرة نجم خط الهجوم لفريق الشرطة، هدف الرابع عشر خلال هذا الموسم. خلاص هو انفرد بصدارة الهدافين. الآن لاحظ مهند سقط ونهض، وبعد ذلك استغل الفرصة بتباطؤ من مدافعي فريق النفط، يستغلها على عبد الزهرة يضعها بهدوء في مرمى النفط. علاء عبد سعيدة بهذا التقدم، سعيدة بما يقدم فريق الشرطة خلال هذا الموسم، سعيدة بالنتائج وطموح جماهير الشرطة. اللقب الخامس. هذا هو مهند علي ميمي صاحب العشرة أهداف، واليوم إن شاء الله كل الجماهير العراقية ستكون مؤازرة لفريق نادي الزوراء في مباراة أمام ذوب آهن الإيراني لحساب بطولة. تنقل الآن لفريق الشرطة، تغيير اللعب للجهات البعيدة، ممكن الآن مهند علي يحاول ينطلق بسرعة مهند علي خطيرة على مرمى فريق النفط، يتلاعب. أوه، هدف مارادوني لمهند علي. ميمي الله 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 الله، يصنع هدف ويسجل هدف. روعة من مهند علي، يتلاعب بخط الدفاع لفريق نادي النفط ويسجل هدف ثاني لفريق الشرطة. لاحظ انطلق من منتصف الملعب، مر لاحظ المرور لمهند علي، مر من الأول، مر من الثاني، ومر من الثالث، ويسكنها في شباك مرمى فريق النفط بهدف مارادوني لمهند علي. هدف مارادوني، هذه الأهداف اللي كان يمتعنا فيها النجم الكبير الأرجنتيني مارادونا، يسجل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية هدف رائع لفريق نادي الشرطة في مرمى النفط. مهند علي أي مستقبل ينتظر مهند علي، وإن شاء الله نشاهد مهند علي في أفضل الأندية العالمية. ولاحظ تحية مهند لجماهير الشرطة بهذا الهدف الجميل. مهند علي الدقيقة 40 هذا اللقاء. الشرطة يعني في بداية المرحلة الثانية، الشرطة راح يغادر العاصمة، يواجه نفط، يحاول يقل الكرة الأمام، يحاول البحث عن مهند علي يحاول يمر من أمام رعد فنر. يتوقعنا لهذا اللاعب أن يكون شعلة، وهنا كرار أضاح كرار بشكل غريب بلقطة جميلة للاعبي فريق الشرطة، بذكاء لعبها علاء لكرار بهذه الطريقة الجميلة، لكن كرار لعبها من فوق المرمى لفريق النفط. بدأت من مهند داخل منطقة الجزاء لعلاء كرار، وكرار يضعها فوق. اللعب بشكل خاطئ من حارس المرمى علي ياسين. هجوم الآن أقرب لمهند، هي كرة داخل منطقة الجزاء، كرار يحاول يمر بالمهارة ومرت. نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط وهو عراب نادي النفط، أعتقد هو غير سعيد بما يتحقق من نتائج لفريق النفط في الجولات الأخيرة مع وجود محاولة معروفة، يمر بالمهارة ومرت إلى ركنية. سلامات لمهند ميمي داخل منطقة الجزاء،
بعد اشتراكه مع علي ياسين ومعروف مر بهذه المهارة الجميلة. معروف من أمام علي ياسين يلقي الكرة الأمام على أمهاوي، هذه المرة إلى مهند علي، يحاول يمر مهند، ممكن يفعلها كما فعلها في الشوط الأول، المرور بالمهارة أمام مدافعي فريق النفط، لكن هذه المرة يتأخر في التمرير لعلاء عبد الزار. المحاولة تستمر لفريق نادي الشرطة، علاء عبد الزار عن طريق الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء علي ياسين. هذا ديالو آخر الأوراق للمدرب نيبوتشا، المدرب المونتينيغري نيبوتشا مهند علي، والعمل الكبير في هذه المباراة مهند علي، حاول أن يريح المدرب نيبوتشا. يعني دقائق قليلة لاحظ هذا الهدف الجميل، هذا المرور الرائع، هذا الأداء الرائع الرائع والجميل، هو صنع هدف وسجل هدف، صنع هدف بمجهود أكثر من رائع.